بالنسبة يعني أبو خالد بيسأل إنه في ناس تتكلم عن الإعصار الحادث حاليا في المكسيك، وما علاقة هذا الإعصار بالرؤية اللي تكلمنا عنها؟ نذكر إنه الرؤية كانت تتكلم عن أحداث سوف تحدث في المكسيك أو أمريكا اللاتينية تؤدي إلى مقتل كثير من الناس. هلا من لحظة الرؤية اللي احنا ذكرناها جاءتني كثير من الصور، يعني كل يوم كان يجيني 20 30 صورة ومقاطع فيديو كلها تتكلم عن أحداث تحدث فين؟ إما في المكسيك أو في أمريكا الجنوبية مصداق للرؤية. بس الشق المهم من الرؤية شو بقول؟ ويذهب ضحيتها كثير من الناس. هلا يذهب ضحيتها كثير من الناس ما ببين عندك في الصورة ولا بمقطع الفيديو، من فين بدك تاخده؟ من محطات الاخبار. لمحطات الاخبار اخواني يعني في الفتره اللي مرقت من يوم الرؤيه لحد اليوم ما في شيء موثوق تكلمت فيه باعداد ضحايا، عشان هيك احنا قررنا في فتره من الفترات انه هاي الرؤيه لم نتمكن من التحقق من حدوثها، مش انها ما حدثتش، يعني ما بنقول انها ما حدثتش، ولكن ما كان في عندنا الامكانيه انه احنا نفحص اذا حدثت ولا لا. فمن باب الاحتياط والاخذ بالافضل قررنا ترك الرؤيه، وبالتالي لا نتكلم في الشق الثاني من الرؤيه، لان الشق الثاني يتحقق بتحقق الشق الاولاني، والشق الاولاني ما تمكنا منه، واحنا اعتدنا نتكلم فقط في الرؤى اللي فيها اما الرسول عليه الصلاه والسلام أو شاهد على صدقها. والشاهد على صدق الرؤية ما بقول إنه ما حدث، ولكن لم نستطع التأكد منه، عشان هيك بنترك هذه الرؤية. السؤال الثاني، السؤال الثاني، امبارح كان في نقاش في المجموعة على ذو القرنين، إنه كان يعني حدث المرأة هم لسه بتيجي في آخر الزمان. ذو القرنين يأجوج ومأجوج. صوت الكهف مذكور كان في الماء يعني بالقديم قديم الزمان. بس اذا بقول لك في ناس ليش ما ايام ما كانش حديد شقق حديد كبار يستخدموا حديد كبار يعملوا فيهم سد، ليش لسه مش لقدام؟ طيب الله يجزيك الخير، هذا السؤال، هذا السؤال يعني كان ولا ما كان في اسباب حديث في القران انه الله يجزيك الخير يعني نعيد السؤال للي ما سمعوش عشان بس الصوت. يعني بيسأل الأخ الكريم عن أو مجموعة من الإخوة في جدال أو نقاش دائر في المجموعات بين مجموعة كبيرة من الأفراد يتكلموا عن ذو القرنين، عن ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج. هل ذي القرنين ويأجوج ومأجوج شخصيات ظهرت في الماضي وانتهى ولن تظهر في المستقبل، ولا إشي لسه بده يجي في المستقبل؟ هلا بالنسبة للآيات القرآنية وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتكلم عن ذي القرنين وتتكلم عن يأجوج ومأجوج، بنقدر نوصل لخلاصة، وتكلمنا في هذه الخلاصة، وبعتقد سجلنا أربع دروس متتاليات عن يأجوج ومأجوج. يعني بتقدروا أي واحد بيقدر يرجع للدروس بالتفصيل، تكلمنا عن يأجوج ومأجوج، ولكن هلأ إحنا شو بنتكلم بعجالة بخلاصة، يعني خلاصة هذا الحديث. يأجوج ومأجوج وذي القرنين هم شخصيات إلها علاقة بالوعد الحق. يعني إذا أنت أخرجت مصحف مفهرس، تعرفوا شو يعني مصحف مفهرس؟ يعني في آخر المصحف في عندك فهرس الكلمات اللي جاءت في القرآن الكريم، عشان انت لما بدك تدور على آية قرآنية فيه كلمة معينة تقدر توصل لها، او اذا ما فيش عندك مصحف مفهرس بتقدر ببساطة انك تبحث عن كلمة داخل القرآن الكريم. في كتير برامج على الانترنت للبحث داخل القرآن الكريم. فلو احنا اخذنا كلمة اللي هي كلمة الوعد، شو اخذنا؟ كلمة الوعد. شو بدنا ناخذ؟ مش بدنا ناخذ يأجوج ومأجوج، مش بدنا ناخذ ذو القرنين، بدنا ناخذ كلمة الوعد. كلمة الوعد نرجع أو منرجعها لأصلها الثلاثي، وعد، وعد. والمهمة المطلوبة منك إنك شو تسوي؟ تخرج
كل الآيات القرآنية التي تتكلم عن الوعود داخل القرآن الكريم. تلقائيا من وعود القرآن الكريم اللي هو الوعد الحق، راح يرتبط بالوعد الحق، راح يرتبط ذو القرنين، وراح يرتبط يأجوج ومأجوج تلقائيا بالوعد. يعني ذو القرنين ويأجوج ومأجوج هم شخصيات ترتبط بإيش؟ بالوعد الحق. طيب الوعد الحق إخواني شيء حدث سابق ولا شيء لسه بده يجي في المستقبل؟ احنا بنعرف انه الوعد الحق بده يجي فين؟ في المستقبل، يعني سيأتي. وهذا الوعد الحق هو وعد او زمن افساد بني اسرائيل الثاني. والثاني يعني لاحظوا اخواني، حاولوا انكم تربطوا كلمات القرآن. كلمات القرآن جدا جميلة. يعني في الامس تكلمنا عن الاولى الحياة الدنيا والاخرة. طيب الله سبحانه وتعالى قال الأولى، وشو قال بعدين؟ ما قال الثانية، شو قال؟ الآخرة. ليش؟ لأنه الآخرة تدل على أنه ما في بعدها شيء، خلاص انتهى الموضوع. يعني هاي الثانية ولكن شو مالها؟ آخر مرة. نفس الشيء لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن وعد زوال أو حالات إفساد بني إسرائيل في الأرض، شو قال؟ قال لتفسدن في الأرض مرتين. المرتين كيف ذكروا سبحانه وتعالى؟ الأولى ذكرها بإيش؟ فإذا جاء وعد أولاهما. الأولى. طيب والثاني كيف ذكرها سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ فإذا جاء وعد الآخرة. يعني هل في مرة ثالثة بعد الثانية؟ ما في، انتهى الموضوع. يعني في الأولى وفي الأخيرة، يعني المرة الثانية اللي راح تكون في إفساد بني إسرائيل في الأرض هي راح تكون آخر مرة، خلاص انتهى الموضوع. الأولى والآخرة، زي الدنيا والآخرة، الحياة الدنيا والآخرة، فساد بني إسرائيل الأول والآخر. هلا لما تكلمنا عن فساد بني إسرائيل وتكلمنا عن علو بني إسرائيل، عرفنا العلو. شو معنى العلو؟ العلو إنك أنت تحكم منطقة معينة وتكون حر. لا يستوي أن تحكم منطقة وأنت مش حر ونقول والله أنت عالي في الأرض. يعني على سبيل المثال نيجي نقول هلا السلطة عالية، شو بنقول؟ لا. ليش؟ لأنه حتى لو حكمت الأرض ولكنها مالها تحت سيطرة مجموعة ثانية من الناس، وهذا ينفي عنها العلو. فالعلو حتى يكون معتبر وحتى يكون صحيح شو لازم يكون؟ لازم يكون حكم للأرض بدون إيش؟ بدون ما يكون حدا حاكمك. فعشان نقدر نعرف معنى العلو أو علو بني إسرائيل، نحدد مكان العلو الأول ومكان العلو الأخير لبني إسرائيل. بدنا نبحث في تاريخ بني إسرائيل كلها، نمسك بني إسرائيل. شو نقول بني إسرائيل؟ مين إسرائيل؟ سيدنا يعقوب. يعني من لحظة نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ونيجي لذراريه لحد اليوم، ونمشي بحياتهم تاريخيا مرحلة مرحلة، ونشوف المناطق اللي دخلوها والأراضي اللي احتلوها، ونسأل هذا السؤال: في أي مرحلة من مراحل حياة بني إسرائيل كانت بني إسرائيل تسيطر على الأرض المقدسة ولا تحكمها جماعة أخرى؟ هذا السؤال. الله يجزيك الخير. يعني هاي أنت جاوبت. قلنا يعني إذا أنت بدك تمشي حسب التاريخ من سيدنا يعقوب، بعدين سيدنا يوسف. سيدنا يوسف فين كان؟ في مصر. الحكم اللي في مصر لمين كان؟ للفراعنة. يعني لا نستطيع أن نقول إنه بني إسرائيل علت فين؟ في مصر. وهيك أصلا احنا نتكلم عن الأرض المقدسة ولا نتكلم عن مكان آخر. بعد سيدنا يوسف جاء سيدنا موسى، وسيدنا موسى نقل بني إسرائيل من مصر لفين؟ لسيناء، وبقيت في سيناء ورفضت أن تدخل الأرض المقدسة مع سيدنا موسى وهارون، رفضت. ومات سيدنا، ومات هارون في سيناء، وبعديه بسنة مات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وبعدين جاءت فترة نبوة فتى موسى اللي هو يوشع بن نون. ويوشع بن نون تمكن أنه ينقلهم من صحراء سيناء إلى حدود الأردن ويدخل فيهم
الى الارض المقدسه، دخلت بني اسرائيل الارض المقدسه. لحد هلا نقول هذا دخول، لسه مش علو، لانه لسه في عمليه دخول وبدها تخوض معارك. وسالوا نبي الله انه اجعل لنا ملكا، انه طلبوا ملك، والله سبحانه وتعالى اعطاهم جالوت، اعطاهم جالوت وقتل طالوت. وبعدين جاء سيدنا داوود. هلا في فتره حياه سيدنا داوود بنقدر نقول انه بدات تتكون دوله يهوديه داخل الارض المقدسه، وهذه الدوله كانت مستقله. فشو بنقول هلا؟ بدا العلو. ولكن شوفوا كلام القران قديش كان دقيق. يعني الله سبحانه وتعالى شو قال؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، ما قال لتعلن في الارض مرتين، شو قال؟ لتفسدن في الارض مرتين، وبعدين شو قال؟ ولتعلن علوا كبيرا. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك الدوله اللي انت تتكلم عنها كانت مستقله لبني اسرائيل في الارض المقدسه، شو لازم تكون؟ فاسده. يعني احنا نتكلم عن دوله فاسده في الارض المقدسه وتعلو، يعني مستقله، هذه صفاتها. والعلو تبعها يعني يترافق مع هذا الفساد، ووجود الفساد مقدم على ايش؟ على العلو. الله سبحانه وتعالى قال لتفسدن ولا تعلن، يعني قدم الفساد على العلو، دلاله على انه الفساد صفه يعني ملتصقه ببني اسرائيل في وجودها في الارض المقدسه. هلا في عجاله، لو اخذنا موضوع الفساد طلعناه من الموضوع اللي احنا بنحكي عنه، اخذناه على شقه، بس نيجي ندرسه لحاله ونقول ما هو الفساد؟ شو معنات فساد؟ ايمتى انا بحكم على انسان انه فاسد؟ طبعا انا ما بحكم على انسان انه فاسد بمخيلتي، بقناعتي، بمعاييري. شو لازم احكم عليه؟ بمعايير القران الكريم. يعني شو لازم؟ لازم كمان مره ارجع للمصحف المفهرس، وشو اخذ؟ الفعل الثلاثي فسد، اطلع كل الايات القرانيه التي تتكلم عن الفساد، واشوف متى يكون هذا الانسان فاسد. اذا انا اخرجت كل الايات القرانيه حتى اني انا اعرف معنى الفساد، شو راح الاقي؟ راح الاقي انه موضوع الفساد مرتبط بموضوعين، يعني ينشق الى فرعين. اولا والشيء المهم، فساد العلاقه مع مين؟ مع الله عز وجل. يعني يجب أن تفسد علاقة هذا المخلوق مع الله. طب إحنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد يغفر أي ذنب. يعني ما في إشي بيفسد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى شو ماله؟ قابل غافر الذنب وقابل التوب. فما في إشي أنا بقدر أسويه يفسد علاقتي مع الله. عشان تفسد فعليا علاقتي مع الله، شو لازم؟ لازم أأتي بالذنب الذي لا يغتفر عند الله. وشو الذنب الذي لا يغتفر عند الله سبحانه وتعالى؟ أن يشرك به. فمعناه عشان أقول عن إنسان أنه فاسد، أو عن مجموعة من البشر أنها فاسدة ومفسدة، لازم أولا تتحقق المعيار الأولاني، لازم يتحقق هو فساد علاقة هذه المجموعة مع الله، وتحديدا أن يشركوا بالله إلى آخر. هذا القسم الاولاني، هذا الشيء المهم. هلا بيجي التابع لهذا الشيء المهم، بيجي التابع. شو هو التابع؟ ان تفسد علاقتي مع مين؟ مع عباد الله. ان اكون سراق، ان اكون كذاب، ان اكون مؤذي، هذا كله فساد. ولكن هذا الفساد بيجي رقم 2. يعني لو قلنا انه في انسان فاسد مع عباد الله ولكنه صالح مع الله، شو بتعمل نقول؟ نجا وهرب، نفد بريشه لانه علاقته مع الله صحيحه. ولكن الطبيعي انه اللي بتصلح علاقته مع الله وبتصلح علاقته مع عباد الله، واللي بتفسد علاقته مع الله بتفسد علاقته مع مين؟ مع عباد الله. الا انه يعني عشان ما ناخذهاش قاعده بنقول احيانا مش شرط، يعني بالذات بالفساد ممكن الانسان تفسد علاقته مع الله ولكن تمصالها مع مين؟ مع عباد الله. الأخلاق غير عن الدين. زي هلأ على سبيل المثال لما ننظر لمين؟ للنصارى، لأجانب، روح على أمريكا
روح على اي دولة اوروبية شو بتلاقي الناس مالها اخلاقها مالها عالية، تتعامل معك باخلاق جدا راقية، فعلاقتها مع عباد الله مالها صالحة. بس الصلاح علاقتها مع عباد الله، هل بيشفع لها عند الله لما تكون علاقتها مع الله اصلا فاسدة انها بتثلث او انها بتشرك مع الله اله اخر؟ فمنقول اخوان معناه القاعدة الرئيسية هي العلاقة مع الله، والعلاقة مع عباد الله تيجي قاعدة ثانوية. لما نقول انه بني اسرائيل يجب حتى انه احنا نعرف مكان علوها الاول والثاني، يجب ان تتفق فيما بينها على ايش؟ وصلنا على الشرك بالله، هذا معنى الفساد، بصير هذا معنى الفساد، لانه غير هيك اي ذنب ممكن انك انت تستغفر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يغفر لك، الا انه اذا انت اشركت مع الله سبحانه وتعالى الى اخر ما راح يغفر لك، خلاص انتهى الموضوع. فبصير السؤال تحديدا كالاتي: متى كان لدولة بني اسرائيل حكم مستقل في الارض المقدسة، وبنفس الوقت شو كانت تشرك مع الله اله اخر؟ هلا مع سيدنا احنا فين وصلنا؟ وصلنا سيدنا يعقوب، سيدنا داود الله يجزيك الخير، وصلنا لسيدنا داود. شو بنقول سيدنا داود؟ كانوا يقولوا عنه ملك، كانوا يقولوا عنه جبار، شو حكمهم بايش؟ بالقوة. يعني ما كان فيهم واحد يسترجي يظهر فساده مع الله في وقت نبي الله داود، مستحيل. عشان هيك لو فرضنا انه في فساد داخلي عند بني اسرائيل ابان زمن سيدنا داود، بس احنا ما بنقدر نقول والله كانوا فاسدين، مش من حقنا انه احنا نقول فاسدين. إلنا على ايش احنا البشر؟ إلنا على الظاهر وليس على الباطن. الباطن هذا لمين؟ لله عز وجل، شأنه لله، نتركه لله عز وجل. ظاهريا مع سيدنا داود شو كانوا؟ صالحين. ومع سيدنا سليمان بعده شو كانوا؟ ايضا صالحين. طيب بعد ما موت سيدنا سليمان، بعد موت سيدنا سليمان اخواني، يعني مش احنا اللي بنحكي، ومش حتى كتب التاريخ اللي بتحكي، توراتهم هم نفسهم في التوراة تبعتهم، يعني اذا احنا اخذنا عندهم الاصفار في التلمود او في الكتب تبعونهم اصفارهم، في عندهم سفر اسمه سفر الملوك. بسفر الملوك في اقسام، في قسم اسمه خطايا اسرائيل ويهوذا، اسرائيل اللي هي دولة اسرائيل، ويهوذا اللي هي دولة يهوذا، بعد سيدنا سليمان، تتكلم في فترة الملك منسي بعد سيدنا سليمان. طلع شو كاتبين؟ في سطر واحد كاتبينه في هذا السفر، شو بقولوا؟ بقولوا: لم نترك في الأرض المقدسة شجرة خضراء، ولا تركنا تلة مرتفعة، إلا وجعلنا فيها نصب، يعني صنم لبعل أحد آلهة العراق، أو عشتروث كمان إله تاني من آلهة العراق، عبدناه، هاي بيعترفوا من دون الإله، هاي إله عندهم لإغاظة الرب، في عندهم إله في عندهم رب، ويتكلموا عن كل واحد كأنه إيش؟ شخصية تختلف عن الأخرى. عشان هيك في هذه الجملة، في جملة واحدة أكمل إله عدينا إلهم بعل عشتروث والإله والرب، عدينا أربع آلهة في جملة واحدة. فمعناه تحقق فسادهم مع الله ولا ما تحقق؟ تحقق. هل هذا الفساد اللي تحقق هذا شو بنسميه؟ طلع أول إشي كان في لهم دولة مستقلة، كان في عندهم ملك، كانت سيطرتهم على الأرض، وكان بنفس الوقت إيش؟ فسادهم مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ينطبق عليه انه نقول عنه ايش؟ لتفسدن في الارض الاولى، هذه فاذا جاء وعد اولاهما، هذه كانت الاولى. وايضا هذه الاولى التي نتكلم عنها اخواني، يعني لا ننسى ان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم ايش؟ يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم في القران: فاذا جاء وعد اولاهما. ايوه تمام. فيقال ان الله سبحانه وتعالى سلط عليهم دولتين، الدولة الاولانية بنسميها الدولة البابلية، والدولة الثانية الدولة الاشورية. الاشورية اللي هم عن طريق في الشمال
شمال فلسطين ولبنان وسوريا، هجموا على مين؟ على دولة إسرائيل، ويقال إنه هم قتلوهم عن بكرة أبيهم، ما تم فيهم ولا أي حد. والدولة العراقية أو البابلية بقيادة نبوخذ نصر هجمت على مين؟ على السبط اللي تبقى، اللي هو مين؟ سبط يهوذا، وقتلوا كل رجاله، ويقال إنه ما تبقى إلا الشيوخ والأطفال، وساقوهم أسرى إلى معسكر بابل. فهذه الفترة نستطيع أن نقول عنها العلو أو الفساد الأول، الفساد والعلو الأول مجتمعين مع بعض. طيب بعد سيدنا سليمان نمشي عبر التاريخ، هم كانوا يعني معتقلين في بابل، وبعدين أجا نبي الله إشعياهو وعدهم إنهم يرجعوا للأرض المقدسة، ورجعوا للأرض المقدسة مع أو إبان حياة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هلا مع زمن سيدنا عيسى، لما رجعوا للأرض المقدسة على زمن سيدنا عيسى، الأرض المقدسة كانت تحت حكم مين؟ البيزنطيين، الروم، الرومان. فوجود حكم، حتى لو كان في ملك اللي هو الملك هيرودس، كان ملك يهودي ويحكم اليهود، إلا إنه حكمه مين اللي كان معينه؟ الدولة البيزنطية. يعني ما كان في دولة مستقلة. فلا نستطيع أن نقول عن فترة وجودهم زمن سيدنا عيسى، ما نستطيع أن نقول عنه إيش؟ علو فساد موجود، كفساد موجود لأنه كفروا برسالة سيدنا عيسى، ولكن كعلو مش موجود. طيب بعد سيدنا عيسى امشي حتم الزمن، بعديها زمن سيدنا محمد والخلافات كلها، لين متى بنوصل؟ بنوصل لل 48. في ال 48 شو سووا؟ دخلوا للأرض المقدسة وبسطوا سلطتهم عليها، ومنقول صار في حكم وصار في علو. بس ننظر للفساد إخوان، هل يحق لي شرعا الآن أن أقول إنه بني إسرائيل تعبد غير الله؟ طب نيجي ناخذ إخواني أحبارهم، وناخذ أفرادهم، نيجي بنسأل أي واحد فيهم، بنسأله سؤال، بنقول له أنت بتوحد الله؟ شو بقول لي؟ بقول لي آه، وهذا الله سبحانه وتعالى علمني إياه في القرآن الكريم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طب أنا بعرف إنه هو ما بيآمن في الله، وبعرف إنه هو ما بيوحد الله عز وجل التوحيد الحق، بس هل يعطيني هذا الشيء الحق إني أنا أتهمه بالشرك؟ طالما إنه هو يقولها بلسانه، أنا ما بقدر آخذ ما في قلبه. فبنقول حاليا دولة بني إسرائيل في حالة العلو الثاني، في حالة العلو الثاني. إنما شو بدي؟ بدي دليل على فسادها. إمتى بيكون الدليل على فساد دولة بني إسرائيل في علوها الثانية؟ إذا هي عبدت غير الله عز وجل، لأنه تكلمنا الفساد شو هو؟ عبادة غير الله أو الشرك مع الله إلى آخر. طيب متى سيكون فساد بني إسرائيل الثاني معناه؟ سيكون فساد بني إسرائيل الثاني في لحظة ظهور وخروج الأعور الدجال، لأنه اتباعهم للأعور الدجال، والأعور الدجال أول شيء بيقول شو بدعي؟ بدعي أنه هو المسيح، بدعي أنه عيسى. مباشرة لما يشوف القبول عند كل اللي حواليه شو بدعي؟ بقول أنا إلهكم الأعلى، أنا الله، بصير يحكي، بصير يدعي الألوهية. بقائهم على هذا الاتباع، وإحنا بنعرف أغلب أتباع اليهود الأعور الدجال مين؟ من اليهود، أغلبهم معظمهم. بقائهم على اتباع الأعور الدجال ودخولهم في جيشه ومحاربتهم للمسلمين في هذا الجيش، هذا شو بنقول عنه؟ هذا هو الفساد الأخير، هذا هو الفساد الأخير. فهمناه؟ لاحظوا، في الفساد الأولاني شفنا أول شيء كان في عنا علو وانتهى بفساد، وبعد الفساد كان في تهلكة، وهلا في عنا علو وفي هلا نداء من بني إسرائيل. وللأسف إخوان منقول وللأسف، يعني بني إسرائيل كبارها وصغارها تصر على استدعاء الأعور الدجال، نقول للأسف. يعني وأنا جاي هلأ حاليا، واحد وقفني وأنا في الطريق
بقول لي انه في دعوات من رئاسه الوزراء انه الوزراء وزراء الحكومه يقتحموا المسجد الاقصى يوم الثلاثاء. هذا شو بنقول عنه؟ لانه اصرار. انت بتصر على ايش؟ على شيء خطا. احنا مش ضد انك انت تعبد الله، بالعكس، لما احنا نشوف انك انت بتعبد الله اكثر ناس من ساعدك في عباده الله احنا. يعني عند الاقتضاء بصف لك السجاده وبرتب لك اياها وبساعدك اجيب لك ميه الوضوء عشان تتوضا، ما في عندي مانع. احنا نتاثر لما تشوفك ايش؟ انك انت ماشي في طريق الشيطان. ما بنعرف لحد هلا، ما بنعرف، نتركها لله عز وجل. ولكن وانت ماشي في طريق الشيطان تدعي انك انت ماشي في طريق الله. هلا اصرارهم على استدعاء الاعور الدجال شو معناه؟ معناه النتيجه النهائيه انه هم بدهم يعبدوا الاعور الدجال. وعبادتهم للاعور الدجال شو معناها؟ معناها تحقق الفساد الثاني او الاخير. تحقق الفساد الثاني او الاخير اخواني شو معناه؟ معناه حلول واستحقاق العقاب اللي هو الوعد. معناه القرآن الكريم اخواني مترابط بطريقة غريبة جدا يعني وعظيمة جدا. فإذا أنت بدأت في موضوع ستتشعب من هذا الموضوع إلى مئات ولربما آلاف المواضيع، ولكن كلها تصب في إيش؟ في نفس المصلحة. السؤال اللي سأله الأخ يتكلم عن وعد الله الحق. وعد الله الحق مرتبط في كل أمور. احنا تكلمنا في السلسلة الزمنية. هاي السلسلة الزمنية يا اخوان لما نشوف بدايتها إمتى كانت، راح نشوف انه ذو القرنين الله سبحانه وتعالى جعله وسخره انه يوصل لآخر او مطلع الشمس من المشرق من مشرقها، وانه يشوف هذه الجماعات من الناس اللي هي أجوج ومأجوج وهي مفسدة في الأرض. لما نقول مفسدة شو يعني؟ يعني أولا تشرك مع الله آلهة أخرى، يعني تعبد غير الله. ومفسدة أيضا شو بتعني؟ بتعني أنها بتاكل حقوق العباد وتؤذي العباد. فذو القرنين شو سوى؟ ارتبط وجوده بيأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج حطهم أو حشرهم تحت الردم. وحشرهم تحت الردم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يأجوج ومأجوج، وارتبط ذكر يأجوج ومأجوج بالوعد الله الحق، وارتبط كمان يأجوج ومأجوج مع بني إسرائيل مع وعد الله الحق. يعني كلكم بتراجعوا سورة الكهف وعارفين الآيات القرآنية التي تتكلم عن وعد الله الحق وعن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين، ولكن التكملة موجودة في سورة الأنبياء. في سورة الأنبياء في الآية رقم 105 الله سبحانه وتعالى يقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هي نذكر كمان مرة إيش؟ يأجوج ومأجوج، إنه هذه نهاية الفترة الزمنية. مباشرة في الآية رقم 97 بعد إيش بقول سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق. شو عاود سوى؟ يعني سكر لنا قصة يأجوج ومأجوج بإيش؟ بالوعد الحق. فيأجوج ومأجوج هم كانوا بداية ميقات زماني، إنه هي يأجوج ومأجوج موجودين ومحشورين، وحشرهم ذو القرنين في منطقة معينة. وإنتوا يا بني إسرائيل لما تطردوا من الأرض المقدسة، لما تكفروا برسالة سيدنا عيسى، يمنع عليكم العودة إلى الأرض المقدسة حتى تظهر وتخرج يأجوج ومأجوج. فشو صارت؟ صارت يأجوج ومأجوج حد زماني. لا يحق لبني إسرائيل أن تدخل الأرض المقدسة أو أن تعود إلى الأرض المقدسة حتى تظهر يأجوج ومأجوج. يعني لو سألتني سؤال وقلت لي طيب لو هلأ يأجوج ومأجوج ظهروا، هل يحق لبني إسرائيل تواجد هنا؟ شو بقول لك؟ يحق لهم طبعا 100%. لو يأجوج ومأجوج ظهروا وبعد ظهور يأجوج ومأجوج أجت بني إسرائيل دخلت الأرض المقدسة، شو بنقول؟ ما فيها مخالفة لإيش؟ لأمر الله. المخالفة لأمر الله إمتى بتكون؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فيحرم عليهم العودة إلى الأرض المقدسة حتى ظهور يأجوج ومأجوج. فالإخوة في الجدال اللي بيجادلوا إنه يأجوج ومأجوج فعليا ظهرت وانتهت، كأنهم شو بيقولوا؟
كانوا بيقولوا لما اتت بني اسرائيل ودخلت الى الارض المقدسه سنه 48 شو مالهم؟ ما خالفوا امر الله. ليش؟ لانه ياجوج وماجوج اصلا ظهر ياجوج وماجوج بالضبط. ما هين شو عطاهم؟ بس ذو القرنين انتهى موضوعه. احنا شو بنحكي؟ اللي ربط لنا اياه ذو القرنين بالوعد الحق اللي هم مين؟ ياجوج وماجوج. هلا ذو القرنين، طيب بس عشان بس نسكر الجدال اللي موجود عندكم بالنسبة لذو القرنين. ذو القرنين من هو ذو القرنين؟ طبعا احنا بنعرف انه هو نبي من الانبياء، لا نستطيع ان نقول رسول بالوصف القرآني، ما بنقدر نقول انه هو من الانبياء من الصالحين. الله سبحانه وتعالى اعطاهم قدرات، سخر لهم انه هو يقدر ينتقل ما بين مشرق الشمس ومغربها بسهولة بطريقة الله سبحانه وتعالى اعطاها. كيف؟ ما بنعرف. بس اذا احنا نظرنا من من الأنبياء عنده مثل هاي القدرة، شو منلاقي؟ سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان عنده هاي القدرة، يعني كان الله سبحانه وتعالى سخر له الريح، وهاي الريح كانت تمشي يعني مسافة شهر فين ما بده. فمن ناحية كتشابه للصفات، صفات ذو القرنين تشبه صفات مين؟ سيدنا سليمان. هلا حتى سيدنا سليمان وذو القرنين والخضر وأي شخصية أخرى تريدها في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم أنه في لحظة رواية هاي الحديث أنه بعد 100 عام لن يبقى شخص موجود من لحظة رواية الحديث حي بعد 100 عام. هذا شو بيعني؟ بيعني لو فرضنا أنه الله سبحانه وتعالى كان معطي أناس عمر طويل وعايشين وعندهم كرامات وعايشين، بعد 100 عام شو بده يصير فيهم؟ بدهم يموتوا، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام ما استثنى. الاستثناء الوحيد في هذا الحديث اللي احنا بنعرفه هو للاعور الدجال، لانه في احاديث اخرى تشير انه الاعور الدجال راح يتم موجود. فاحنا بنوافق بين الاحاديث انه الاستثناء الوحيد اللي موجود لهذا الحديث هو فقط مين؟ الاعور الدجال. بالتالي اي شخص كان موجود على وجه الدنيا في لحظة رواية الحديث بعد 100 سنة، شو بده يصير فيه؟ بده يموت، انتهى الموضوع. طيب تقول لي ويأجوج ومأجوج، بقول لك يأجوج ومأجوج مش شخص، شو مالهم؟ قبائل، قوم. اللي كان موجود بده يموت بعد 100 سنة، بس شو بيجي؟ ولاده ولاد ولاده وذراريه بيعيشوا وبيكبروا. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة ليأجوج ومأجوج واضحة، وبتبين انهم كل يوم بيحاولوا انهم يحفروا في الردم، وانه بيحفروا بتمش بينهم بين الحياه او بين الدنيا الا مقدار بسيط، ولكن بتعبوا وبيرجعوا، وهذا اللي حفروه بيعاود بتسكر من جديد. وانه في اخر الزمان انه في اللي بكون اخر واحد عماله بيحفر، شو بقول؟ بقول نعود غدا باذن الله، يعني يستثني. فلما يستثني الله سبحانه وتعالى لا يعيد ما قام بإغلاقه من جديد. منقول يعني كشخصية قد يكون ذو القرنين صفة لمين؟ لسيدنا سليمان. ولكن احنا ما منقول والله هذا الاشي، ما في اشي بشير، منقول كإمكانية ممكن. زي كيف على سبيل المثال سيدنا يونس شو كان صفته؟ ذنون. يعني منقول ذنون هو سيدنا يونس، ممكن يكون ذو القرنين هو مين؟ سيدنا سليمان. ولكن ما في إشي شرعا من قال الله وقال الرسول يثبت هذا الحكي، فعشان هيك بنقول هذا اعتقاد فقط، يعني ظن، يعني يحتمل الصواب. بعد الدرس عشان نسجل، بيحتمل الصواب ويحتمل ايش؟ ويحتمل الخطأ. ف سيدنا سليمان، ذو القرنين، اي شخصية اخرى كانت موجودة، لو كانت موجودة ستنتهي بعد 100 عام من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويأجوج ومأجوج، هناك البعض إخواني كما قلنا، بنعود لهي النقطة عشان ما نسكرها بس ما ننساهاش. هناك بعض الأشخاص بيقولوا إنه يأجوج ومأجوج هم التكنولوجيا، أو هي العلوم، أو هي مثلا يهود الخزر اللي موجودة، يعني بيعطوا أوصاف إنه هدول الشخصيات اللي موجودة في الدنيا هم مالهم؟ يأجوج ومأجوج موجودين من زمن طويل، وينفوا انه يأجوج ومأجوج مالهم موجودين تحت الرد.
هذا الحكي إخواني غير جائز، لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال، لأنه يأجوج ومأجوج فيها أحاديث صحيحة، والأحاديث الصحيحة تتكلم عن وجودهم تحت الردم وعن خروجهم إمتان وقت الوعد الحق، مربوطين في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع عودة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني رح يرجعوا إمتان؟ مع سيدنا عيسى، في أحاديث صحيحة تشير لهذا الشيء. فإذا أنا تكلمت إن هم موجودين كمجموعة أخرى، أنا سأقوم بنفي هذه الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، فكل تفكيري وكل حساباتي بالتالي راح يتوقف. عشان هيك منعا للجدال، يعني نحطوا حد للجدال، الأعور الدجال موجود وسيظهر، ذو القرنين مش موجود، سيدنا سليمان مش موجود، يأجوج ومأجوج موجودين تحت الردم، وسيظهروا إمتان؟ بعد ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتوافق مع الكتاب والسنة، وأي شيء آخر سنخرج عن نص الكتاب والسنة. في أسئلة أخرى؟ شو كان سؤالك أخي ناصر؟ سمعت فيه، ما بعرف قديش درجته، ولكن الحديث موجود انه ملك الدنيا أربعة، كافرين ومسلمين، وسيدنا سليمان انه بين ذو القرنين وبين سليمان، انهم اثنين، يعني انهم مش واحد، هو ما حكاش واحد. احنا ما شو اسمه اثبتنا، ويمكن يكون واحد، لانه هم اثنين اصلا ملكوها، يعني ممكن يكون نفس الشخصيه، بس ايش عمالنا بنقول؟ نقول والله اعلم، ما في كم وصفات كصفات موجوده بين الشخصيتين، في كثير شغلات مشتركه، ولكن لا نثبت، ما بنقولش انهم نفس الشخصيه، شو بنقول؟ في كثير شغلات مشتركه بين الشخصيتين، ودائما نقول الله اعلم. تم في عندكم اسئله؟ قديش تم وقت؟ 10 دقائق. طيب الموضوع شو تم عندكم اسئله؟ يأجوج ومأجوج وسلالات سلالات زينب، اباء تموت والاجداد بيجوا اولاد. ان الله لا يعذب قوما حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بقيت هذول اولادهم، هذول الاباء والاجداد اللي فقدوا، الجيل الجديد اولادهم. الله يجزيك الخير. طيب الاخ الكريم او اللي بيسال، يعني في سؤال بقول انه يقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب بالنسبه ليأجوج ومأجوج، كيف سيعذبهم الله عز وجل ولم ياتي فيهم رسول؟ مش بس هيك، كما لسه اكثر، كيف سيعذب الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل؟ بني اسرائيل عند استحقاق الوعد الثاني، لانه راح يتعذبوا، ولم يبعث فيهم سبحانه وتعالى رسول. شو بنقول؟ بنقول مجيء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هي الرسالة التي سبقت وعادت بعد سيدنا محمد، فهي ليست رسالة جديدة، إنما يأتي برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتتحقق بهذا إنه وجود نبي موجود يدعو لدين الإسلام وهو نبي. شو بكون؟ بكون عليهم شهيد، ويتحقق قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعثة سيدنا عيسى تكفي إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال آخر؟ تم دقيقتين أو ثلاثة. طيب ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر،
والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.